السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة هنتكلم عن مرض جديد شوية، مش منتشر بس ممكن يكون حد فينا شافه ومعرفش ايه ده، او شخصه غلط وممكن يكون شخصنا صح عادي، يعني برافو علينا. فهنتكلم عن النهاردة عن ال Chiltiella mite infestation. هنعرف ال definition بتاعها، ال etiology وال pathogenesis، ال clinical science، ال diagnosis وال treatment، ونعرف هل هو zoonotic ولا لا. اول حاجة ال definition بتاعه بيقولك ان هو عبارة عن highly contagious، يعني مرض معدي بيسبب حكة، يعني ممكن تكون mild وممكن تكون severe، وبيعمل قشرة وكراست وسكيلينج في الجزء الدورزل من الحيوان، يعني في ظهره، بسبب حشرة اسمها التشيلتيل. ليه اسم تاني او مسمى تاني حاجة اسمها الووكينج داندرف. داندرف دي معناها قشرة الشعر، هي عبارة عن قشرة شعر ماشية، يعني القشرة اللي بتجيلنا كده اهو واحنا شباب وبنستخدملها شامبوهات وهيدن شولدرز وكده اهو، هي نفس القشرة دي بقى بس بتمشي. انت لو ركزت في الحيوان هتلاقي ان القشرة دي بتمشي. نخش بقى ايه ده كده الديفينيشن، ده ارخم جزء في الموضوع. يعني بص الحيوان اهو، ادي الكلب اهو، عشان كده مسمينها الووكينج داندرف. هتلاقي ان القشرة موجودة على شعره مش على جلده، القشرة موجودة على شعره، ولو ركزت فيها شوية هتحس إن هي بتمشي، بس ممكن عشان الكلب أسود شوية فمش باينة، عشان القشرة كتير، يعني هي موجودة في كل حتة في شعره على شعره. ده نفس الكلب تاني في فيديو تاني برضو القشرة موجودة في كل حتة في جسمه تقريبا، لو ركزت فيها أوي 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 ممكن تلاقيها بتمشي. طيب التشيلتيلا دي بقى عشان ما نتلخبطش بينها وبين اي حشرة تانية، وعشان هي اخت الحشرة اللي بتسبب المنج. طيب بيقولك ان هي ليها 8 رجلين كبار عكس الحشرة اللي بتعمل المنج اللي هنجيبها قدام شوية. التمن رجلين كبار دول حاجة مميزة ليها، تمام، ودي اهم ميزة فيها تقريبا، لما تبص تحت الميكروسكوب هتعرف ان دي التشيلتيلا. بيقولك ان عندها الماوس بتاعها فيه 2 كلوز، يعني زي مخلبين كده اهو ضامنين لجوه، ماشي. ده برضو عشان لما نيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب، مش عشان بنذاكر برا سيتولوجي. يعني ده شكلها على القطة وعلى الكلب، في قشرة في ظهر الحيوان دي تحت الميكروسكوب، بس دي خداعة، مش باينة قوي، يعني دي ممكن نفتكرها مينج عادي، فما ندققش في الفيديو ده، ماشي. بس هو شبه المينج يعني بنسبة 90% ولا حاجة. طيب الإتيولوجي بتاعها والباسو جينيسيز، بيقولك إن بتيجي في حيوانات كتير زي القطط والكلاب والأرانب، والأرنب تقريبا أكتر حيوان بيجي فيه الموضوع ده، والفراخ أو الدواجن والفوكسز. هي نون بورينج مايت، يعني مش بتخش جوه السكين قوي، عشان كده لما تيجي تاخد لها سكين سكرابنج انت مش محتاج تخش او تكحت زي الديموديكس او المينج، تكحت الجلد كده ايه ان انت تعور، ولا ده انت ممكن بس شعريتين كده هو تجيبهم تبص على نفسك الميكروسكوب وهيبان التشيلتيلا. هي ساعات بس بتروح لحد السكين عشان تتغذى على النيم، وهنبص برضو على ايه بتروح فين برضو في السكين. هي بتروح عند طبقة الكيراتين اللي فوق خالص في الابيديرمس دي، اللي هي اسمها الاسترنام كورنيوم، فهي بتروح للطبقة بتاعة الإميدرمس اللي هي الكيراتين دي وخلاص، ما بتتوغلش لتحت خالص زي المينج أو الديمونيكس. طيب بيقولك إن الإيج بتاعها ممكن برضو تلاقيها موجودة على الشعراية نفسها، الفيميل بتلف الإيج دي بفاين ثريدز، يعني خيوط رفيعة كده هو على الشعرة، فممكن برضو تشوفها تحت الميكروسكوب باينة جدا. الشعر دي بقى لما تقع هي تبقى السورس بتاع الإنفكشن، عشان كده ممكن أي حيوان يرقص الشعراية دي يتعدي على طول بالتشيلتيل. بيقولك ان هي تقريبا اللايف سايكل بتاعتها 35 يوم، ممكن تقعد بعيد عن الهوست بتاعها شهر. دي برضو معلومة على جنب كده، هو عشان لما نيجي نعالج الحيوان ننظف المكان برضو، عشان نبقى عاملين حسابنا ان لو الحيوان خف معانا شهر كامل ممكن الحشرة دي تكون في البيت عندنا بس ما طلعتش على الحيوان. الكلينيكال ساينس بتاعتها بيقولك ان هي بتعمل برورايتس، يعني حكة أو هرش، ممكن يكون مايلد وممكن يكون سيفير، تمام. بتعمل زي ما قلنا قشرة على الحيوان، بالذات في الدورزل بتاعه أو ظهر الحيوان.
عشان كده مسمين الحشرة دي الداندرف أو قشرة الشعر. في القطط ممكن بتنضف نفسها زيادة عن اللزوم، تعمل هيد شيكينج، عمالة تهز دماغها، ممكن توصل لأعراض عصبية كمان. بتعمل حاجة زي بايلاترال سيمتريك ألوبيشيا، ودي هتخلينا نشك في حاجات كتير. يعني المنظر ده ممكن تشوفه في حاجة زي الهايبو سيروديزم، ممكن حاجة زي الكوشنج، بس في المرضين اللي احنا قلناهم دول مفيش هرش بيحصل. ممكن برضو يحصل حاجة تانية، حاجة اسمها ملياري درماتيتس. تشوف الحيوان تقريبا في قرح في كل جسمه، حاجة كده شبه النقط في كل جسمه. طيب المنظر ده ممكن اشوفه في ايه، وليه ايه الملياري دي معناها ايه؟ الملياري دي جاية من كلمة لاتينية اسمها ميليت. ميليت دي عبارة عن الحبوب اللي انتوا شايفينها دي، ده نبات اسمه الميليت، والحبوب بتاعته اللي هي الميليت سيدز، الميليت سيدز دي هي بتبقى شبه اللي على جلد الحيوان، عشان كده اسمه ملياري درماتيتس. الملياري درماتيتس ده ممكن يكون بسبب يسببه حاجة تانية زي الديموديكس بتاعت القطط، اللي هي الفلاين ديموديكس عكس الكناين ديموديكس، شكلهم مختلف شوية عن بعض. يعني الفلاين ديموديكس أو الديموديكس جاتوي دي مش أصغر من الديموديكس بتاع الكلاب، وده شكل تاني من أشكال الملياري درماتيتس. نفس المنظر، حاسس إن فيه قرح أو نقط في جسم الحيوان. الديجنوز بتاعها بقى سهل خالص، الكلينيكال ساينس، إن فيه قشرة بتتحرك على الحيوان أو ظهر الحيوان. مش عايزك تشك إن هو رينجور، يعني خد سكيل سكرابينج بقى، ده هيفرق لنا كتير. ناخد سكيل سكرابينج من الحتة اللي فيها قشرة دي، وهنبص عليها تحت الميكروسكوب، هشوف التشيلتيلا. زي ما قلنا إن هي عبارة عن حشرة ليها 8 رجلين كبار، والكلوز بتاعتها أو المخالب بتاعت بقها داخلين لجوه شوية. ممكن أتلخبط بينها وبين الساركوبتيك مينج اللي هي بتاعت المينج الجرب، بس شوف الفرق. أصلا المينج رجلها قصيرة خالص، لدرجة إن الرجلين الخلفية ممكن من تقريبا ما تشوفهاش. التريتمنت بتاعها، التريتمنت بتاعها بقى ده كتير، وفي مصادر مختلفة منه، وفي تريتمنتس مختلفة. فالتريتمنت اللي انا خدته كان من كتاب السكين ديزيزز اوف ذا دوج اند كات، هو كتاب لطيف جدا بيتكلم عن الامراض الجلديه في قطط والكلاب. فاحنا ناخد التريتمنت بتاعه عشان هو مبسط. بيقولك اول حاجه هتجيب لايم سلفر او صابونه كبريت، هتحمي بيها الكلب 3 مرات او 4 مرات في الاسبوع. اما القطه هتحميها مره واحده بس لمده 6 مرات، يعني مره كل اسبوع لمده شهر ونص تقريبا. بعد كده هنستخدم حاجة زي الفرونت لاين 10% سبوت اون. بيقولك في الكلب هستخدم له السبوت اون ده مرة كل 4 أسابيع، يعني كل شهر مرة لمدة 2 تريتمنتس، يعني مرة كل 4 أسابيع، يعني مرة كل شهر لمدة شهرين، يعني مرتين. أما القط زيه بالظبط، هتستخدم له مرة كل 4 أسابيع لمدة 2 تريتمنت، يا إما استخدم السيلمكتين. طيب السيلمكتين ده بيقولك في الكلاب هتستخدمه كل أسبوعين لمدة 4 تريتمنت، يعني تقريبا شهرين. في القطط هستخدمه كل شهر مرة لمدة 3 تريتمنت. طيب لو جينا عملنا كده زوم، حلو جدا بقى هنا الريفوليوشن هو الوحيد اللي كاتب الموضوع ده. الريفوليوشن ده المادة الفعالة بتاعته السيلمكتين. بص لو عملنا زوم هنا اهو هتلاقي ايه، بيعالج التشيلتيلا في القطط، لطيفة جدا، ويعني ناس محترمة انهم مكبينها بصراحة. طيب ممكن استخدم الايفوماك او الايفرميكتين في الكلاب. بيقولك تستخدمها بدوز 3 من 10 ملي جرام لكل كيلو جرام سب كات، مرة كل اسبوعين لمدة 3 تريتمنت، يعني تقريبا شهر ونص. في القطط ليها جرعة تقريبا زي بتاعة الكلاب، بس بلاش منها احسن. يا اما استخدم حاجة زي الموكسيديكتين، ده اللي اتكلمنا عليه في فيديو السيليزيا او الاي وورم، يا رب نتفرج عليه تاني. يعني لو فاضيين هنلاقي هنا اهو، ادي الادفوكيت هو اللي فيه المادة الفعالة دي تقريبا في مصر، تلاقي الموكسيديكتين اهو مكتوب فوق اهو. ده في الكلب بستخدمه مرة كل شهر لمدة 2 تريتمنت، يعني مرتين أو شهرين. في القطة بستخدمه مرة كل شهر لمدة 3 تريتمنت. طيب هل هو بقى مرض معدي ولا لأ؟ يعني آخد بالي منه وأنا بتعامل ولا لأ؟ يعني إحنا كدكاترة ساعات بيجي لنا قطط وكلاب عندها رينج وورم، بنخش فيها عادي بقلب ميت، وساعات بنتصاب بالرينج وورم. طيب المرض ده بقى معدي ولا لأ؟ المرض ده معدي، ومعدي رخم يعني. يعني بيعمل حبوب كده اهو زي ما انتم شايفين. الصور دي برضو من الكتاب اللي احنا لسه قايلين منه التريتمنت. لو دخلت على موقع تاني برضو اسمه ذا بلو دوج، ده بيعرفك ايه الامراض المعديه من الكلاب للبني ادمين او للاطفال. فهتلاقي ان التشيلتيلا ده بيعمل حاجه اسمها سمول ريد اتش سورز، يعني زي
قرح مؤلمة حمراء بتخلي الواحد يهرش. ودي صورة تانية لشكل القرح. بس خلصنا كده المرض بتاعنا، أتمنى يكون كان جديد بالنسبة لنا ونستفاد منه، ويا رب ما كنش طولت عليكم. شكرا.